سلام، أنا معاد أحبوش. قبل ما نبدأ الدرس الثاني في مادة التاريخ، بغيت نعطيك واحد النصيحة اللي تقدر تفيدك. النصيحة اللي بغيت نعطيك هي أنك تختار شي بلاصة تكون خاوية، ما يكونش فيها الضوء بزاف وما يكونش فيها صداع، بس تبقى مركز مع الدرس وتفهمه بالزربة. قلت هاد النصيحة حيتاش عارف بزاف ديال الناس تيمشي بالهم شوية بعيد، ما تبقاش مركز معاك في الدرس. دونك احسن حل هو هذا، تختار شي بلاصه مزيانه ما فيهاش الضوء بزاف وما فيهاش صداع. على بركه الله نبداو الدرس الثاني ديالنا اللي هو التنافس الامبريالي والاندلاع الحرب العالميه الاولى. كلنا عارفين ان اول سبب مباشر للحرب العالميه الاولى هو القتل ديال الطالب الصربي غافريلو برينسيب الولي عهد نمسا فرانس فرديناند. ولكن راه قبل ما يوقع هذا الحادث اللي سبب في الحرب العالمية الأولى، كانت من قبل هذا الحادث واحد الأحداث اللي كانت كتشير أن واحد الحرب دموية كبيرة غتوقع. هاد الأحداث هي التنافس الإمبريالي اللي غنشرحه في هذا الدرس. فشنا هي المظاهر ديال هاد التنافس الإمبريالي؟ وشنا هي الوسائل ديال هاد التنافس الإمبريالي؟ وشنا هما الأزمات الدولية والعلاقة ديال هاد الأزمات الدولية بالاندلاع ديال الحرب العالمية الأولى؟ غنبداو بالمظاهر ديال التنافس الإمبريالي. المظاهر ديال التنافس الإمبريالي كانوا جوج: التنافس الاقتصادي والتنافس السياسي. التنافس الاقتصادي كان ما بين ثلاثة ديال الدول، كانت فرنسا وكانت إنجلترا وكانت الإمبراطورية الألمانية اللي الله تكونت في 1871. هاد الدول بثلاثة كانوا طامعين في المناطق ديال البلقان والمناطق ديال إفريقيا، وخصوصا المناطق ديال النفوذ، دوك المناطق اللي يمكن لأي دولة تستثمر فيهم وتخليهم يخدموا الاقتصاد ديال الدولة ديالها. وما نساوش أن في الدرس اللي فات ختمت لكم باللي راه واخا كانت هذيك التحولات في العالم في القرن 19 واخا كانت إيجابية، ولكن راه كانت عندها واحد السلبيات هي اللي خلات هاد التنافس الإمبريالي يطرى. فألمانيا وفرنسا وإنجلترا واخا كان عندهم داك الإنتاج كبير وواحد المردودية كبيرة، ولكن فاش يصرفوا داك الفائض ديال الإنتاج كان خاصهم يلقاو شي مناطق بحال المناطق ديال إفريقيا والمناطق اللي في البلقان. وماشي غير الفائض ديال الإنتاج، بل حتى الفائض البشري. فكان عندهم واحد البشر كتير، يعني كما قلنا في الدرس اللي فات ان ديك التحولات خلات شي مدن يوليو مليونيه، يعني مليون ديال البشر في مدينه واحده. دونك كانوا باغيين يتخلصوا منهم في هذه المناطق، هذه المناطق الافريقية والمناطق ديال البلقان. بالنسبه للمناطق اللي في البلقان كانت صربيا، رومانيا، بلغاريا، سلوفينيا، البوسنه والهرسك، اليونان، البانيا. اما المناطق الافريقيه اللي كنهضروا عليها فهي المناطق اللي كاينه في القاره الافريقيه بصفه عامه، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين ليبيا، كاين حنايا، كاين تقريبا القاره الافريقيه كامله. دابا سالينا من التنافس الاقتصادي، غندوزو للتنافس السياسي. التنافس السياسي كانت كل دوله اوروبيه باغا حقها من الحلوى، يعني انجلترا كانت كتستهدف الهند بواحد الشكل كبير، وكانت كتشوف ان النمو ديال القوه البحريه في المانيا غتشكل عليها واحد الخطر اللي كبير بزاف، وما غتخليهاش تحكم السيطرة ديالها بالهند. أما بالنسبة لألمانيا فحتى هي كانت باغا توسع المستعمرات ديالها على إنجلترا وفرنسا. الإمبراطورية الألمانية كانت موجهة التركيز ديالها في غرب أوروبا فقط. وأخيرا فرنسا اللي كانت باغا ترجع ديك الألزاس واللورين اللي خدتها منها ألمانيا. فألمانيا في 1871 كانت هرفات على واحد المنطقة سميتها الألزاس واللورين، الفرنسا هرفت عليها وردتها ديالها. دونك فرنسا كانت باغا ترجع ديك الألزاس واللورين وباغا تكبر الإمبراطورية الاستعمارية ديالها في شمال إفريقيا، يعني فرنسا كانت باغا توسع على حساب المغرب على حسابنا حنايا. فكان هذا هو التنافس السياسي اللي كان ما بين إنجلترا والإمبراطورية الألمانية وفرنسا. هكا غنكونوا سالينا مظاهر التنافس الإمبريالي. غندخلوا للوسائل ديال التنافس الإمبريالي. كانوا ثلاثة ديال الوسائل ديال التنافس الإمبريالي، كانوا الأحلاف، وكان التسابق نحو التسلح، وكان التغلغل السلمي. هادو بثلاثة غنشرحوهم بالتفصيل الممل. بالنسبة للأحلاف كانوا جوج ديال الأحلاف،
كان التحالف الثلاثي، مسمي بالتحالف الثلاثي حيتاش كانت فيه ألمانيا والنمسا وهنغاريا، وكانوا ضد الوفاق الثلاثي. هذا الوفاق الثلاثي كانت فيه فرنسا وروسيا القيصرية يعني الاتحاد السوفيتي وإنجلترا يعني بريطانيا بصفة عامة. هذا التحالف الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول المحور، كانت فيه ألمانيا والنمسا وإيطاليا. أما الوفاق الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول الحلفاء، ففين ما تسمع دول الحلفاء عرفها فرنسا الاتحاد السوفيتي وبريطانيا يعني إنجلترا. فهاد الأحلاف بهذا الشكل كان وسيلة من وسائل التنافس الإمبريالي. ندوزو دابا للتسابق نحو التسلح. ففي الفترة قبل ما تبدأ الحرب العالمية الأولى كانت كل دولة كتنش على الكبالة ديالها، كل دولة كترفع من أعداد الجيوش وكتتطور من داك العتاد العسكري، كل دولة كانت كتزيد من المصانع ديال الأسلحة، وهذا الشيء اللي كان كيمهد أن واحد الحرب عالمية غادي تنوض. واخا ما كانت لا حرب لا والو، كل دولة أوروبية كانت كتوجد راسها وكانت كتسلح، حيت كانوا عارفين من بعد هذا التنافس الإمبريالي ضروري تجي واحد الحرب كبيرة بيناتهم، دونك كانوا كيتسلحوا باش تا إلا ناضت شي حرب يلقاو راسهم مسلحين ماشي عاد غيتسلحوا. وهذه كانت هي الوسيلة الثانية من وسائل التنافس الإمبريالي. الوسيلة الثالثة هي التغلغل السلمي. شنو هو التغلغل السلمي؟ هو واحد التغلغل ما فيه لا حرب لا والو، سلمي ما فيه لا صداع لا حتى شي حاجة. هاد التغلغل هذا دارته النمسا، هي في الحقيقة الاسم ديالها الكامل هو الإمبراطورية النمساوية المجرية، ولكن باش نختصروها غنبقاو نقولوا النمسا. فالنمسا كانت كتدخل بواحد الطريقة سلمية للمناطق ديال البلقان، كانت كتصيفط الترانات كيمشيو يسنيو معاهدات تجارية وكيرجعوا في حالهم، وهاد المعاهدات التجارية كانت مستفدة بها بالبيان في الاقتصاد، وماشي غير الخطوط السككية فقط، فراح حتى الملاحة كانت كتنشطها في واحد النهر سميتو الدانوب، وهاد القضية حتى هي كانت نفعها مزيان. هكا غنكونو سالينا الوسائل ديال التنافس الإمبريالي. الوسائل اللي ذكرنا هي الأحلاف، التسابق نحو التسلح، والتغلغل السلمي ديال النمسا. دابا غندوزو لآخر حاجة اللي هي الأزمات الدولية والعلاقة ديالها بالحرب العالمية الأولى. أول أزمة هي الأزمة ديال 1905. هذه الأزمة هذه كانت فيها فرنسا وألمانيا، فألمانيا صفتات واحد الإمبراطور ألماني سميتو غيوم الثاني، صفتاته لطنجة في 1905. فهذا الإمبراطور هذا ما كانش حامل داك المخطط الاستعماري اللي دارته فرنسا على المغرب، وكان كيعتبرو تبرهيش دبلوماسي كان كيضرب في ألمانيا. فسيناو واحد المؤتمر سميتو مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906 باش يحلوا دوك الخلافات اللي كانت ما بين فرنسا وألمانيا على المغرب. الأزمة الثانية اللي كانت جاية في الطريق هي الأزمة ديال أكادير في 1911. ففي 1911 كانت غتنوض واحد الحرب كبيرة ما بين فرنسا وألمانيا، ففرنسا صفتات واحد الحملة حربية لفاس، وألمانيا كذلك صفتات واحد البارجة كبيرة، بارجة حربية لأكادير. ولكن في آخر المطاف قرروا أنهم يساليوا هذه الأزمة هذه وما يسينيوا واحد الاتفاقية سميتها اتفاقية برلين في 1911. في هذه الاتفاقية هذه فرنسا سمحت لألمانيا على التيوري أنها تأخذ واحد الجزء من الكونغو، ففرنسا كانت مستعمرة الكونغو، وبالفعل سمحت لألمانيا أنها تأخذ واحد شوية من الكونغو وتنسى عليها المغرب. هذو كانوا جوج أزمات على المغرب. أجي نشوفوا دابا الأزمات البلقانية اللي طرات قبل الحرب العالمية الأولى. فالأزمة البلقانية الأولى كانت في 1908. هاد الأزمة هادي كيفاش وقعت؟ وقعت حيتاش النمسا ضمات البوسنة والهرسيك وما داتهاش في الرغبة ديال صربيا. فصربيا كانت باغا دير الوحدة اليوغوسلافيا اللي كانت داخلة فيها البوسنة والهرسيك، ولكن النمسا ما عطاتهاش اعتبار، ما سوتها لهاش، ونضت ضمات البوسنة والهرسيك. فهكذا نضت واحد التوترات ما بين صربيا والنمسا. الأزمة البلقانية الثانية كانت في 1913. هاد الأزمة هادي كانت غريبة واحد شوية. هاد الأزمة شاركت فيها الدول البلقانية، فصربيا واليونان وبلغاريا نادوا داروا واحد العصبة وسموها العصبة البلقانية، ومشاو يتحاربوا مع الدولة العثمانية ضد الأتراك. فهاد العصبة البلقانية غلبت الأتراك بواحد الوحشية كبيرة،
وخلاتهم يتخلاو على كاع الممتلكات ديالهم اللي كاينه في البلقان. ولكن المصيبة اللي طرات هي أن هذه العصبة البلقانية اللي فيها صربيا واليونان وبلغاريا حتى هي طرا فيها مشكل، ونات واحد الحرب ما بين بلغاريا وصربيا. علاش؟ حيتاش فاش غلبوا الدولة العثمانية، فاش غلبوا الأتراك، ديك الغنائم ديال الحرب اللي خداوها ما عرفوش كيفاش يقسموها، ونات الحرب بيناتهم. ولكن في الأخر صربيا هي اللي انتصرت وهي اللي دات الغنائم. فبخلاصة، الحرب العالمية الأولى راه ما ناتش بسبب اغتيال ولي عهد نمسا على يد طالب صربي اللي كلنا عارفينه، راه ناتش بسبب التنافس الإمبريالي اللي كان سبب غير مباشر. فالحرب كانت نايضة نايضة، ولكن الاغتيال ديال ولي عهد نمسا فرانس فرديناند على يد داك الطالب الصربي غافريلو برينسيب كانت هي الشرارة الأولى ديال الحرب العالمية الأولى. هكذا غنكونوا سالينا الدرس ديال التنافس الإمبريالي واندلاع الحرب العالمية الأولى. شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش أنكم ديروا أبوني وتبارتاجيو باش تعمل الفائدة. إلى اللقاء.